بسم الله الرحمن الرحيم. نخش في السؤال رقم 6 في الشريط التاني، بيقول عايزين نكتب برنامج بيحسب المتتابعه التاليه وخرج لي منها اول 20 حد. المتتابعه التاليه بيقول لك ان هي 1 1 2 3 5 8 13 21 34، ومديك العلاقه اللي تقدر من خلالها تحسب القيم بتاعت المتتابعه دي، اللي هي مثلا الاف اي بي اوف ان بيساوي الاف اي بي اوف ان ماينس 1 زائد الاف اي بي اوف ان ماينس 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك سيبك من الحدين الاولانيين، طبعا انا بقول لك ان اكبر من 2 يعني سيبك من الحدين الاولانيين، وروح احسب الحد التالت عند ان اكبر من 2 يعني الحد رقم 3. شوفوا كده تجيبه ازاي. قال لك اجمع الاثنين اللي قبله وهو هيبقى عباره عن المجموع بتاعه، يعني 1 زائد 1 بيساوي ايه؟ 2. طب بص كده، لو انا عايز ده اجمع الاثنين اللي قبله، 1 زائد 2 بيساوي كام؟ 3. طب انت عايز ده اجمع الاثنين اللي قبله، 2 زائد 3 بكام؟ ب5. عايز ده اجمع الاثنين اللي قبله وهكذا. طب انت عايز ال 4، عايز اللي بعد ال 34، اجمع ال 34 زائد ال 21 وهكذا. فهو مديك العلاقه ما فيش مشكله، بس بيقول لك ان البدايه بتاعتك بكام؟ ب2. طيب بيقول لك ايه بقى؟ القيمه الاولى والقيمه الثانيه هم هيبقى قيمهم زي ما هي موجوده قدامك بواحد. فانا هروح اعمل مصفوفه من 20 حد، هقول له كده انتجر اكس اوف 20، وبعدين هقول له ان الحد الاولاني بواحد والحد الثاني بواحد. اهو الحد الاولاني بواحد وان الحد الثاني بواحد. وبعدين يا باشمهندسين هقول له ايه بقى؟ هقول له ابتدي من الحد رقم 3. طب الحد رقم 3 ده كاندكس في المصفوفه يبقى رقمه كام؟ يعني البدايه اوف 2، لان المصفوفه بتبتدي من 0 0 1، والحد رقم 3 هيبقى اسمه اكس اوف 2. فانا هقول له كده 4 من اول اي بيساوي 2 واي اقل من 20 واي زائد زائد، لان انا عايز اشتغل على 20 حد بس البدايه ب 2. اعمل ايه بقى؟ احسب لي الاكس اوف اي، الاكس اوف اي اللي هي اكس اوف 2 بقى البدايه بتاعتي ب 2 بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس اوف اي ناقص 1 زائد الاكس اوف اي ناقص 2. ده انا طبقت المعادله بس اللي هو مديها لك هنا. يعني جاي اعمل ايه بقى؟ الاي بتاعتي في البدايه ب 2، يعمل ايه؟ طب 2 ناقص 1 اللي هي بكام؟ ب 1. والاي ناقص 2، 2 ناقص 2 بكام؟ ب 0. يعني بيجمع الحد رقم 1 زائد الحد رقم 2 ويحط الناتج في 2. طب الحد رقم 1 بكام؟ الحد الاولاني فيه كام؟ 1، والحد الثاني فيه كام؟ 1 برضه. مجموعهم بكام؟ ب 2. يبقى الاكس اوف 2 دي عباره عن 2، وهو ده فعلا اللي هو معمول عندي، ان الاكس اوف 2 عباره عن كام؟ عباره عن 2. طب الاكس اوف 3 بقى، والاكس اوف 4، والاكس اوف 5 هتجيبهم ازاي؟ قال لك جيبهم بانك انت تجمع القيم اللي ايه؟ كل قيمه انت عايزها بتجمع الاثنين اللي قبلها. فنيجي مثلا نشوف مثلا لما الاي تزيد بواحد وتبقى بثلاثه، بدل ما كانت باثنين تبقى بثلاثه، فديت هتبقى ثلاثه، وديت هتبقى ثلاثه ناقص واحد اللي هي بكام؟ باثنين، ودي ثلاثه ناقص اثنين اللي هي بكام؟ بواحد. فالاكس اوف ثلاثه هو مجموع الاثنين اللي قبله اللي هو اكس اوف اثنين زائد اكس اوف كام؟ زائد اكس اوف واحد. طيب بعد ما بخلص الفور دي اللي هي من اثنين لحد 20، يبقى انا كده حسبت كل المصفوفه وخزنتها من اول اكس اوف 0 لحد اكس اوف 20. يبقى المصفوفه بتاعتي فيها ايه؟ فيها عناصر، فيها القيم اللي انا حسبتها. عايز اعمل ايه؟ عايز اطبعهم على الشاشه. اقول له حاضر اطبع بقى، بس لما تيجي تطبع تبدا تطبع من اول اي بتساوي 0 ولا من اول اي بتساوي 2؟ لا، الطباعه ما هطبع من اول اي بتساوي 0 عشان انا عايز اطبع العنصرين دول كمان معايا اللي هم اكس اوف 0 واكس اوف 1. فاقول له من اول اي بتساوي 0 واي اقل من 20 واي زائد زائد سي اوت اكس اوف اي، بس عشان ما يطبعهمش جنب بعض هقول له سلاش تي هنا. يعني لو انا مثلا جيت شلت الكام امر ده سلاش تي وقلت له بقى ايه اكسكيوت، يقول لي بص العناصر بتاعتك اهي اللي هم ال 20 عنصر. لا انا مش عايزهم كده، ده انا عايزهم ازاي؟ عايزهم بالشكل ده، جه طبيعي للايه؟ عناصر المصفوفه زي ما احنا هنشوف كده، 1 و1 و2 و3 و5 و8. وطبعا لو بصيت للصف الاولاني ده هتلاقي هي القيم اللي جيفن فين؟ اللي هي جيفن قدامك هنا كده. وهتلاقي طبعا بقيه القيم محسوبه، 10 عناصر فوق اهوت و10 عناصر تحت. وبكده احنا عرضنا اول 20 حد، واتمنى يكون البرنامج مفهوم، وان شاء الله نخش بقى ايه في الحاجات التقيله شويه اللي هم اول 3 مسائل في الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.